واصلت الأمطار الرعدية فضح عيوب الإنجاز وغياب الرقابة على المشاريع الصغرى والكبرى بولاية ميلا، وهو ما جعل الطريق الرابط بين بلديتي تلاغمة وشلغم العيد يغرق عن آخره. والله غير فيضان كبير الأمطار هنا، الطريق هنا نورمالمون يمشي الماء في الواد، راه يمشي الماء في الطريق هنا عندكم هنايا. والله جينا لنا عندكم تلاغمة، جينا قاطعين منها في الطريق هذه، رايحين نشلغوا من العيد ومنها هابطين للجزائر، شو أمطار كبيرة. ياك تشوف عايزنا الماء، لكن طرا تصلح لا والو، كاين والو. قدا عنده ويا صبر. إيه من قدا نسنا، مش غير هذه وكاين منها ومنها ثاني، قدا نسنا. رغم كل التحذيرات بضرورة المراقبة الصارمة لحماية المال العام، غير أن مشروع طريق جديد باتجاه التجمع السكني وضرر وادي الرمال مجددا جعل الفضيحة للعيان. وريون هذه راه دارت فينا كارثة لا يحمد عقباها. هذا احنا مضرورين ربع شافر وبطاط، هذا ثلاثة رانا في خطر في الليل. قد جينا في الليل رانا في خطر كبير. المشكل هذا اللي راك تشوف فيه لهنا قدام سنا حنا نعانيو معاه. ما كاين لا رقابة لا في الطريق لا في فيه أي حاجة. راهي الدار تاعي خشت ليها خطرتين. الماء رانا نعانيو منه. قاول هذا اللي جا يخدم البروجي هذا جاب تيوات تاع ماء. عادي تيوات ضعاف خدم بهم قنطرة. وصل البروجي هذا قدام مليار راه مدي فيه. تيوات ضعاف، الحملات خشنا للديار. ديجا كاين مواطنين هنايا رحلوا، دا ولادهم العائلات تاعهم رحلوا. حنا المشكل تاعنا هذا شكينا قدام خطره، سكرنا طريق، درنا ما كانش نفس المشكل. بعيدا عن الجهه المسؤوله، سواء المواطن اذا ما اعتدى على مسار الواد او شكوك تحوم حول عمليه الانجاز بحد ذاتها، تبقى سلطه القانون فوق الجميع.